بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع أريد رحمة لا ذبيحة. إحنا امبارح حكينا كتير في دخول السماء وشوفنا طعم السماء إن إحنا ممكن ندوقها من دلوقتي وبالتالي نجهز نفسنا ليها. شوفنا يعقوب إزاي يتغير وفي حياتنا لازم يحصل تغيير، تتحول إلى مصارع مع الله، تبقى حياتك مبنية على الصلاة عشان تبقى تبع ربنا ويبقى لك مكان في ربنا. شوفنا فكرة ان محتاج عينيا تفتح وداني تفتح اشوف واسمع عشان اقدر اتكلم صح واعيش صح، فلما امشي يبقى كان لي رسالة ادخل بيها السماء. من اكتر ابواب السماء اتجسر واقول السهلة هي باب الرحمة، و الرحمة دي لها آيات كتير قوي. لو سألتكم حافظين آيات عن الرحمة هتقولوا طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. هو يرحمون دي معناه إيه؟ يدخلوا السماء، وربنا هيرحمك مش يدخلك السماء. بس لو كنت رحيم، وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، يبقى لو أنت ما عملتش رحمة مالكش رحمة. فالآيات سهلة، وإحنا نفضل نقول طول الصيام طوبى للرحمة على المساكين لأن الرحمة تحل عليهم. فيبقى احنا فكرة الرحمة عموما واضحة في ذهننا، في تعلمنا، في صلواتنا. بس في اعلان كده قالوا العهد القديم كرر في العهد الجديد، والاول مرة اكتشف انه التعبير ده اتكرر حوالي 7 مرات في الكتاب، وفي انجيل متى بس موجود مرتين. فانتبهت انه لا، ده موضوع يستحق التركيز شوية، انه الانجيل بيقول لنا انتوا ليه مش مركزين في الرحمة، ده انتوا لو رحمتوا الناس بترحموا نفسكم في الآخر. النص ده موجود في هوشع الأول. هوشع يسبق المسيح بحوالي 700 سنة، وهوشع كان معاصر لزمن أشعياء النبي وعاموس، ومن الجيل الأولاني للأنبياء اللي جم بعد إيليا وإليشع. وهوشع كان بيلوم الشعب أنه راح للوثنية وساب عبادة الله. فمن ضمن النبوءات أو الكلمات اللي ربنا حطها على فم هوشع قال إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. ولكنهم، بيكلم على اليهود ساعتها، كآدم تعدوا العهد. برضو ده تعبير نادر موجود في الكتاب، آدم تعدى العهد. هوشع عبر عنها بالطريقة دي. هناك غدروا بي. في صمويل قبل هوشع بقى، صمويل ده قبل داود، يعني قبل فترة طويلة، لما صمويل وبخ شاول. فاكرين شاول الملك لما ابتدى يعند ويمشي بدماغه، وكان في قانون تحريم كل مال الأوثان، يعني لو دخلوا في حرب مع الفلسطينيين حاجات بتاعتهم دي مليانة وثنية كانت لازم تتحرق. شاول خلاص ما بقاش يفرق معاه كلام ربنا، فاستخسر البهايم والغنم والحاجات بتاعت الفلسطينيين المحرمات يعني، وأبقى عليه. فراح صمويل النبي زعل لأن ربنا قال له أنا زعلان، شاول ما بيسمعش الكلام. فبيقول له إيه صوت الغنم اللي أنا سامعه ده شاول؟ قال له لا، ما الحاجات دي عشان نذبح للرب، الرب إلهك يعني، حتى مش الرب إلهي، نبقى يعني نشوف ربنا بتاعك بحاجة يعني. فقال صمويل هل مسرت الرب المحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيح، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. هتقولي لا ده معنى مختلف شوية. أيوة، هنوضح العلاقة. رحمة لا ذبيحة وطاعة لا ذبيحة، تقريبا في معنيين هن. هو بيحط الذبيحة أو المحرقات أو الطقوس في جنب وبيقول ايه اهم، تطلع عمل الرحمة اهم وسمع كلام ربنا اهم من مجرد المحرقات والذبائح. مرة تانية جات في جامعة بطريقة برضو ايه تالتة، في سفر الجامعة كتبه سليمان ما بين بقى صمويل وما بين هوشع، يعني صمويل جي داود جي سليمان وبعدين جي إيليا وإليشع وهوشع وهكذا ترتيب الزمن يعني. قال احفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. الاستماع برضو بمعنى الخضوع والطاعة والالتزام، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. يعني أحسن تسمع كلام ربنا من أنك تقدم ذبيحة غالية
وانت مش بتسمع كلام ربنا. ميخا بقى استفاض، ميخا بيجي بعد دول كلهم، فقال ايه؟ بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي، هل اتقدم بمحرقات بعجول ابناء سنه؟ ما ده كان الطقس، اللي يجي الهيكل يجيب عجل ابن سنه يقدمه ذبيحه. فهو بيستنكر، بيقول هو ده اللي ربنا مستنيه بجد؟ ان الواحد يجيب عجل ابن سنه يقدمه ذبيحه، هو ده اللي هيرضي ربنا؟ هل يسر الرب الوف الكباش بربوات انهار زيت؟ ما كان برضو في تقدمه الزيت اللي هي الملتوته دي والحاجات اللي فيها زيوت. هل اعطي بكري عن معصيتي؟ ده كان كلام الوثنيين بقى، ان الواحد يقدم ابنه ذبيحه. ثمرت جسدي عن خطيه نفسي؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح، وماذا يطلبه منك الرب؟ يعني مش هو ده خالص اللي ربنا عاوزه، مش عاوز شويه فلوس ربنا، ولا مزنوق في الفلوس، ولا مجرد انك ايه دخلت الطقس وتممت الطقس وعملته، لا، ربنا طالب حاجه تاني. الا ان تصنع الحق وتحب الرحمه، يبقى نفس المعنى، اريد رحمه لا ذبيحه، تقريبا نفس المعنى لو بصيتوا للمجمل الكلام. اصنع الحق، حب الرحمه، وتسلك متواضعا مع الهك. احنا ما زلنا تحت عنوان مين هيدخل السماء. يبقى اللي هيدخلوا السماء مش هم المدققين قوي في موضوع الذبائح والمحرقات، اللي هيدخلوا السماء هم اللي مركزين بالاكثر في عمل الرحمه والتواضع والحق. هو مش ضد الذبائح بالمعنى الحرفي على الاقل في العهد القديم، لكن هو ضد انها تاخد مكان عمل الرحمه، ويبقى الالتزام الشكلي هو اللي مخليني ايه راضي عن نفسي وحاسس انه انا عامل اللي عليا. الكلام ده موجود في معتقدات اخرى، في المسيحيه لا، لان في ناس، هقول لكم بقى تطبيقات مباشره شويه، في ناس مجرد انها صايمه 55 يوم، يعني بصراحه ربنا بقى لازم يقدر قوي يعني، فالمجهود معمول مش حاجه قليله. مفيش مانع بقى يظلم في شغله، مفيش مانع يجيب سيره الناس، مفيش مانع يعني يدوس على حد غلبان، ملهاش علاقة، بس هو صايم 55 يوم. فهذا اللي هيتقال له ايه؟ أريد رحمة لا ذبيحة. هي بالظبط كده. مين قال لك ان هو ده اللي أنا عاوزه؟ الصيام كويس، بس في حاجة أهم أنت ما بتعملهاش. تعالوا نبص بقى في إنجيل متى جت ازاي، عشان تعرفوا قيمة المعنى ده، إن المسيح له المجد نفسه نطق بيه بقى. لما نظر الفريسيون قالوا للتلاميذ، هنا كانوا المسيح قاعد يأكل مع عشارين، فدي غاظة الفريسيين جدا، لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، اذهبوا وتعلموا ما هو. يبقى ده الدرس اللي احنا هنتعلمه دلوقتي، روحوا تعلموا. اتعلموا ايه؟ ده بيكلم فريسيين متدينين جدا ومذاكرين كويس قوي. هل لهم لا، ناقصكم تعليم. إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطأ إلى التوب. يبقى ربنا كرر المعنى ده، أنا عاوز رحمة لا ذبيحة. في متى 12 من 2 ل 7، بس أنا هقرأ بس آيتين. الفريسيون لما نظروا قالوا له، هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. عارفين كانوا بيعملوا إيه؟ الجريمة بتاعتهم إيه؟ بيفركوا السنابل وهم ماشيين، يعني جاعوا وهم ماشيين يوم السبت، فكانوا زي الدورة كده ياخدوا السنابل ويفركوها قمح كده وياكلوه. قال يعني الحركة دي كسر السبت. فطبعا ربنا يسوع ما سابهمش بقى، بيدافع عن تلاميذه. فآخر الكلام قال لهم في نفس الإصحاح، قال لهم ده داود راح أكل من خبز اللي ما كانش يحل أكله غير للكهن، وربنا ما زعلش. أنتوا بتحاسبوا التلاميذ على شوية قمح؟ لو علمتم ما هو، مرة تاني بيقول لو فهمتم ربنا بيفكر ازاي، اني اريد رحمة لا ذبيحة، لو فهمتوا دي لما حكمتم على الابرياء. يعني التلاميذ دول ابرياء، انتوا حكمتوا عليهم ان هم كاسرين السبت وكاسرين الوصية وهم ابرياء. مش هي دي اللي هتزعل ربنا؟ مش هيزعلوا ابدا انك ما قدرتش تقعد لتلاتة، اضطريت تاكل الساعة 2 مثلا، لكن هيزعلوا انك انت عشان عصبي وجعان قعدت تطيح في الناس وتزعل. لا يا حبيبي، كل من فضلك، بس ما تزعلش في حد، نريد رحمة لا ذبيحة. خداع الذبيحة،
لما الواحد بيلتزم بالطقوس عموما، انا طبعا دلوقتي ما فيش ذبيحه بالمعنى اليهودي مش كده، لكن في طقوس، في التزامات. عندنا الاجبيه تعتبر ذبيحه، عندنا الصيام ذبيحه، عندنا القداسات عباره عن ذبيحه، بتقدم ذبيحه او بتشترك في رفع ذبيحه اللي هي المسيح نفسه. تصوروا كل ده على قد ما هو مفيد جدا قد يخدع الانسان. ليه؟ بيوحي للإنسان أنه ملتزم وأنه عامل اللي عليه، يعني ملتزم مثلا بالصوم، فيدقق جدا ويشغل دماغه قوي أنه ما فيش نقطة لبن تيجي في الشاي، ويزعل لو حاجة زي كده. كويس، بس أنت دققت في كلامك مع الناس، دققت في توزيع الخير اللي عندك، دققت أن الدولاب ما يبقاش مليان والناس عريانة، دققت في إيه؟ لقطة اللبن دي هتفرق ايه مع الناس اللي بتموت من الجوع والمرض؟ في حاجة مش مظبوطة في دماغك. الالتزام بالعشور، في واحد يلتزم جدا بالعشور، الحياة العشور دي بتاعت اليهود، انما لو انت عندك رحمة هتطلع فوق العشور بكتير وهتطلع بسخاء. ساعات خداع الذبيحة هو انك تلتزم بشكل الخدمة او بلقب الخادم. الخادم ده بيحضر، الخادم ده بيحضر، بس الخادم ده مش بيحب الخادم زميله. أريد رحمة لا ذبيحة. أنت مش عارف تحب زميلك ورايح تخدم، في وضع مقلوب هنا. نتائج الخداع، لما الواحد بيركز قوي على كل ما هو طقسي بيصل إلى مشاكل روحية خطيرة. ممكن يصل إلى اللي بيسموه البر الذاتي، يعني أنت لما مثلا بتصلي باكر بيحصل حاجة مش صح، ان ضميرك بيرتاح، انت مش مهم صليتها ازاي، ممكن تكون طصتها طص كده وانت مش فاكر قلت حاجة، بس حصل نوع من الرضا على النفس، صليت باكر فانت بتبقى راضي. انا مش ضد صلاة باكر طبعا، حد يفهمني غلط، بس هنا بتوصل لحتة بر ذاتي، انا احسن من الناس لاني انا بصلي مزامير وانا بروح قداسات وانا صايم، وكمان بقى لو بعمل مطانيات وفي حيل لا ده انا معدي بقى، ولو صايم انقطاعي لا ده الناس دي كلها ربنا معاهم. دخلنا في حته غلط خالص، ملهاش علاقه خالص باللي ربنا عاوزه، لانه ده ممكن ينشف قلبك اكتر انك تبقى راضي عن نفسك، فتلاقي نفسك بتستحل امور هي بقى اللي تفرق عند ربنا. الحاله دي بتوصل غالبا لنوع من الادانه الداخليه. مرة جالي شاب وقال لي معلش أنا يعني معصر شوية، أنتوا إزاي ككهنة تقولوا إكلينو من طغناطة ومش بتسجدوا للأرض؟ طب يا حبيبي نص الكهنة بيتعالجوا من ظهرهم، ده من كانش تاكلهم يعني، وغصب عنهم هم لو عملوا 20-30 مطانية دول مش هيكمل القداس غالبا. فعلا، طيب أنت ليه بصيت عليه؟ يعني ده واحد قد ابوك وما تعرفش ظروفه، انت كنت يعني خليك رحيم حتى، لكن شوفوا التفكير، بما انه هو كلينو منطا ونطا اللي هي يلا نسجد، تعالوا نسجد، طب تعالوا نسجد يا شوف، انت بتقولها عشان تطلب الرحمه، ده وقت تحكم على ابونا وتحكم على اخونا، اريد رحمه لا ذبيحه. طب ربنا قابل من ابونا، محدش عارف قابل منك ولا لا. يبقى هنا الانسان بيتحول الى ادانه، روح الإدانة بتركبه. ليه؟ لأنه هو مستر ملتزم بقى، مبسوط بروح. الخداع ده بيوصل لحاجة أسوأ بيسموها برضو الأباء الخداع الكاذب بقى، أو الرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب يعني إيه؟ اللي هي الحتة الفريسية اليهودية، بما إني بقى صايم الصيام كله أنا كده داخل السماء. لا مش شرط على فكرة بقى، وبما إني بقى ضربت رقم قياس الصيام ده اتناولت لي 30 مرة، هي الموضوع مش كده خالص. احنا دخلنا في حتة بقى مستبع ربنا، اني اريد رحمة لا ذبيحة دي بتفوقنا. انت جاي تصلي لانك طالب رحمة وبتطلع تعمل رحمة، مش عشان تعد كام قداس، الموضوع مش بالعدد، لهاش علاقة. ممكن واحد يكون صلى قداس من قلبه ويسبقك. ده بيفكرنا بقى بالفريسيين والويلات بالذات. ليه؟ لان ربنا يسوع كانت دي نقطة واضحة قوي في تعليمه،
إنه الفريسيين والكتبة اتقال لهم ويل لكم عشرات المرات بسبب الروح دي، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين والمراؤون لأنكم. قال بقى حاجات كتير قوي، أنا بفكركم بس بكم حاجة. مثلا يعشرون النعناع والكمون. شوفوا بقى الذبيحة توصل لإيه، تدقيق فظيع. إنه لو عنده نعناع، النعناع ده لما يوزنوه هيوزن إزاي ويطلع عشود؟ عاوز ميزان ذهب. بس يفضل إيه لو عنده أعواد نعناع كده، كل 10 عيدان يطلع عود. مضيع وقت الراجل، بس هو مدقق جد. شوفوا الفريسية توصل لكده، يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. يعني إيه؟ الخطايا تبقى كبيرة قوي وبيجي في نقطة صغيرة يعني يعملها موضوع كبير ويتخانق عليها ونشد مع بعض ونفاصل في الحرفيات. يأكلون بيوت الأرامل، دي جريمة، دي مش خطية عادية، ده حتى من الناحية الإنسانية مش الروحانية، ده افترى إن الأرملة اللي ملهاش حد يتاكل حقها. وبعدين إيه؟ ولعلة يطيلون الصلوات، يعني تلاقيه يصلي بالثلاث ساعات وهو إيه حاطط في جيوبه فلوس أرامل غلابة. شوفوا الثنائية بتوصل لإيه. كل ده بيبدأ بأن الذبيحة، فكرة الذبيحة تشغلك عن الرحمة، وربنا عمال يقول إني أريد رحمة لا ذبيحة. يعني إيه بقى أريد رحمة؟ خلونا ندخل في تطبيقات عملية عشان نطلع بحاجة النهاردة. أولا في رسالة يعقوب يقول الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمر الرحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. أي مهمة أوي. يعني إيه؟ يعني إحنا ممكن نحكم على بعض ونطلع إن في واحد مثلا غلطان، ده اسمه الحكم. بس يجي واحد يقول طب ما نسامحه، طب ما يمكن معاه عذره، طب ما يمكن لو إحنا كنا في ظروف وكنا عملنا كده، طب خليها نديله إنذار أو تحذير لكن بلاش نشد. هنا الرحمة تفتخر على الحكم. الحكم هو الشخص الحقاني، والناس يعني بتفرح انه توصف انه شخص حقاني. لا، الافضل انك تتوصف انك شخص رحيم. طبعا الرحيم عند بعض الناس ده المغفل، بس كده مش مهم، مش مهم رأي الناس. كون رحيمة مش لازم تبقى حقاني قوي، حقاني دي ممكن تخسرك ناس كتير، رحيم هتكسب ربنا على الأقل. فإن الرحمة تفتخر على الحكم. وبعدين لو انت هتتعامل بحقانية قوي كده بنوع من الحكم، اوكي انت بتقول لربنا انا بقى بحب الحق وبحب الحاجة الصح. ماشي حبيبي، فهمتوا ايه اللي هيحصل؟ تعالى نتحاسب بالطريقة اللي تريحك. مش انت بيعجبك ان احنا نتحاسب واحدة واحدة كده وكل غلطة نتحاسب عليه اللي تشوفه؟ فربنا يقول لك تعالى بقى حاسبك على كل مليم في حياتك وكل كلمة في حياتك وكل ساعة في عمرك وكل علاقة. مش انت اللي طلبت كده؟ بس ده اسلوبك اللي بيريحك. لكن لو انت رحيم بالناس كلها وبتبلع وبتفوت وبتستر فتقول له يا رب انا عاوز الاسلوب ده، يقول لك حاضر موجود برضه، نستر ونبلع ونفوت وكل حاجة. يبقى احنا بنحدد لربنا الطريقة اللي هيتعامل بيها معانا. طبعا ما فيش فضيلة إلا وتحتاج إلى حكمة، لأنه مش معنى الرحمة إنها تبقى بدون حكمة، وإلا تركت شخص يؤذي ناس تانية. ففي أحيانا تبقى من الرحمة إنك تشد، أحيانا تكون من الرحمة إنك تشد لإلا الأذى يوصل لناس تانية. من هنا تدخل العنصر الحكمة اللي يظبط بقى المعيار كويس. لكن كموقف عام لا، الرحمة تفتخر على الحكم. أمثلة للرحمة، خلي بالكم الحاجات دي حساسة. ليه؟ ده ممكن ده بقى اللي يدخل السماء بجد، مش كمية الصيامات وكمية العشور. لا لا، اللي يدخل السماء هو موقفك الإنساني من الناس. الرحمة في الدفاع عن الناس. ربنا يسوع في حادثة التي أمسكت في ذات الفعل، الحكم الحق تترجم، الرحمة يركع ويدافع عنها ويطلعها بريئة مع أنها مذنبة. مش بيغلط في الحكم، هو ما قالش أنها ما غلطتش، هو قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، طلعها براءة.
عشان يديها فرصة تانية، وقال لها لا تعودي تخطي أيضا، كأنه بيقول لها المرة الجاية لو غلطتي مش هبقى جنبك. يبقى هو مش بيوافق على الغلط، مش بيشجع الغلط، بس هو بيوقفه بالرحمة، مش بيوقفه بالحجارة. في ناس عاوزة تصلح الناس بالحجارة، وربنا بيصلحنا إحنا وبقية البشر بالرحمة. ربنا لو ما كانش رحيم علينا كلنا كنا بقينا حاليا في الجحيم لولا رحمته. طب إحنا ليه مش رحم على بعض؟ يبقى الدفاع عن الناس عموما عمل رحمة. افتكروا الحتة دي، لما حد يتكلم عن أي شخص بيغلط يا ريتك تلعب دور المحامي، لأن المحامي يميل للرحمة، ما تلعبش دور وكيل النيابة، الدور ده مش مناسب ليك أبدا. تاني حاجة الرحمة في التسامح، كونك خدت موقف من شخص غلط فيك دي قلة رحمة. عاوز تأذي طب بلاش، عاوز تنتقم طب بلاش، طب هنخصم ونبعد برضو بلاش، لأنه الخصام ضد الرحمة، ده معناه أنك أنت رفضته ومش قابله. ممكن نعمل مسافة محسوبة تجنبا لمشاكل أكبر، لكن ما تكونش بتهرب من مسؤوليتك أمام وصية الغفران والتسامح وعمل الرحمة. ارحمه وسامحه، ارحمه واديله فرصة تاني. كم مرة أغفر لأخي؟ 7 مرات. أقول لك 7 مرات 70 مرة، هذه الرحمة بقى يعني، ما تعدش يا ابني. يبقى هنا أريد رحمة، المسيح بيقول كده، عارفين ده بيرد على سؤال بديهي جدا، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أحد الإجابات الستاندرد الثابتة اللي نازلة كده في المقرر على طول مع كل البشر، أنا يا ابني عاوز رحمة. دي تدخل السماء يا رب، تدخل السماء مفعولها أكيد أكيد. أركز؟ أيوة أركز في دي، مش أركز في الذبيحة قوي، معلش إذا كانت دي قصادي بخليك في الرحمة أكتر من الذبيحة. طبعا حبذا لو ركزت في الرحمة والذبيحة، كان ينبغي أن تفعلوا هذه وإيه ولا تتركوا تلك، لكن لو ده هيجي على ده لا، خليك في الرحمة أكتر. الرحمة في الاهتمام بالخير، مجرد طريقة تفكيرك، طريقة تفكيرك. احنا معانا ناس ربنا يحميهم، يعني واحد بتبص لهم بإعجاب، لأنه هو بيستخسر في نفسه الراحة والأكل، لأن دايما دماغه في حد تاني محتاج أكتر، دايما دماغه في كده. كلكم قريتوا الحكاية بتاعت البابا كرولوس اللي دخل عليه أبونا رفائيل مرة لقاه بيخيط الشراب بتاعه، فقال له ايه سيدنا ده، ما نبعت نجيب دستة شرابات؟ قال له يا ابني دستة شرابات دي نوزعها على الغلابة خسارة، انا راهب برضو. على طول مخه يروح في الغلابة، وقال له ما تحكيش بس، لكن هي دي طريقة تفكيره ومنهجه في التفكير. لا دستة شرابات ليه؟ في ناس محتاجها اكتر مني. وهي مخك على طول طالع في حد كده، هي دي الرحمة، لأنه هو عاش بقلب زي ربنا. الرحمة في العطاء بسخاء، إحنا ليه بندي للناس أقل من حقهم أو بندي للناس قد حقهم؟ هو ربنا بيعمل معنا إيه؟ بيدينا إيه؟ أكتر من حقنا، مش كده؟ حد فيكم يقدر يقول ربنا بيديني حقي بالظبط؟ ده لو حقك بالظبط كناش هنشوفك. لا، ربنا كلنا بدون استثناء بيدينا أكتر بزيادة من حقنا، بيجملنا قدام بعض، بيستر علينا، بيكبرنا، بيغرقنا. طب إذن هو بيتعامل دايما بالرحمة لأنه إله رحيم. ليه لما تيجي عند الناس تقول هما يحتاجوا إيه بالظبط؟ 1000 جنيه؟ طيب أدي 500 في الزمن ده يا أخي، خليها 1500. يبقى هو طالب 1000 وفعلا بالجنيه هتخلص، وبعدين هيحتاج تاني، طب خليه 1500 طالما انت متأكد انه شخص محتاج بجد، مش كذاب. اريد معرفة الله، بقيت الآية بتقول ايه؟ اني اريد رحمة لا ذبيحة، واريد معرفة الله اكتر من محرقات. برضو الموضوع ده مهم، ليه؟ ما زلنا أحيانا نلتزم ببعض الأمور دون أن ندخل للعمق، مع أن ربنا بيقول لك
انت عارف بتعمل كده ليه؟ لا مش عارف. طب يا حبيبي ما تعرف، انت فاهم انا عاوز ايه؟ لا مش مهم عندي افهم، انا قالوا لي اعمل كده. يا حبيبي اريد معرفة اكتر من المحرقات. مثلا قراية الانجيل، ما هي دي المسيح بيحبها. ليه؟ بيقول اريد معرفة الله، معرفة الله هتيجي بدراسة الانجيل اكتر من المحرقات. يعني ايه؟ دي اهم من حاجات كتيرة الناس بتعملها، انك تقعد وتفتح الانجيل وتخطط وتسأل وليه ربنا قال كده وتذاكر، لان ده هيخليك فاهم ربنا اكتر وعارف مشيئته اكتر وعارف ترضيه اكتر. اريد معرفة الله. قديس بولس قال الحكمة الجميلة بتاعته، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ قال له هقولك. فبقى بولس دايما في وضع ايه؟ فاتح ودانه، قول يا رب. حنانيا يقول حاضر، برنابا يقول حاضر، الرسل يقولوا حاضر، الانجيل يقول حاضر، لكن هو عاوز يعرف. اعتبر نفسه جاهل عشان يتعلم، مع ان هو كان فريسي ومذاكر، لان الشخص اللي عاوز يتعلم هيتعلم. لدرجة وصل وقال انا لسه ما عرفتش ربنا، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا، انسى ما وراء وامتد لما هو قدام لاعرفه وقوة قيامته. في حاجات ما عرفهاش لسه، وشركة آلامه متشبها بموته. كلمة ليه أعرفه؟ كان ممكن واحد يقول له هو أنت لسه ما تعرفوش؟ لا لسه ما عرفوش كويس، عاوز أعرفه أكتر. إذن الله يريد معرفته، ربنا يحب القعدة معاه، لأنه ربنا بيقول لنا كلنا أنتوا لسه مش عارفيني كويس، أنتوا بتقولوا أبانا الذي وبتيجوا الكنيسة وبتخدموني، بس أنتوا مش عارفيني كويس، مش عارفين قد ايه قلبي في الفقراء، مش عارفين قد ايه بحب الناس، مش عارفين قد ايه انا بدبر الخير للكل. حاجات كتيره لسه مش عارفين. اما عن صمويل قال الاستماع افضل من الذبيح. احنا بنحاول نميز ايه اللي بيعجب ربنا عشان ندخل السماء، يبقى اللي بيعمل رحمه بتركيز ده بيدخل السماء، واللي بيركز في معرفه الله ده ماشي في سكه السماء صح. كمان الاستماع، الاستماع يعني الطاعة هنا، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. يبقى لما ربنا يقول حاجة وتقول حاضر يا رب، دي أفضل من أي ذبيحة، لأن شاول كان هيقدم ذبايح بس من محرمات. فلما تظلم الناس وتجيب 1,000,000 جنيه حتى للكنيسة، لا مش هتعجب ربنا، أنت ظالم أو أنت غير أمين، ف قفلت مع ربنا خلاص، لأنه هو هنا مش هيعجبه الكلام. يقول لك إنهم كآدم تعدوا العهد. يبقى مشكلة إن إحنا بني أدمين ماشيين وراء آدم، بنتجمل لكن مش بنعمل اللي ربنا عاوزه. لو عملنا اللي ربنا عاوزه هنرضي ربنا أكتر. والطاعة والتنفيذ مأمورية مش سهلة. ليه؟ لأن ساعات بكتشف إني لازم أغير اللي اتعودت عليه. لما تركز في وصايا ربنا هتلاقي ان في حاجات انت تعودت تعملها مش صح. موقفك من بعض الناس كان لازم يتغير. القفشات اللي بتقفشها دي ما ترضيش ربنا. طريقة الكلام دي ما تعجبش ربنا. الوصية بتقول حاجات انت بتتجاهلها ومش مركز فيها. هي نفس الفكرة دي قالها المسيح، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مين اللي يدخل السماء؟ مش اللي بيقولوا بس يا رب يا رب، بل الذي يفعل إرادة أبي، المطيع الخاضع اللي الوصية شغلان، اللي بياخد تدريب واحد ويعيش عليه بالشهور لغاية ما يتعود عليه، لأنه بيعمل اللي ربنا عاوزه فعلا. نقول تدريب، أول تدريب أقوله فكروا بقى في الحاجات العملية دي شوية. قبل كل ممارسة طقسية راجع ضميرك من نحو الناس. ممارسة طقسية زي صلاة النوم مثلا، هتقف تصلي النوم. زعلت حد النهاردة؟ طب ما تصليش، استنى ارفع السماعة وصلحه الأول. هتقرأ الإنجيل، دي ممارسة طقسية. طيب عملت اللي وراك؟ سألت عن ناس تعبانة؟ أريد رحمة لا ذبيحة. فقبل أي طقس في حياتك أرجوك راجع ضميرك من ناحية البشر الأول. لو عملنا كده على فكرة هنفهم ربنا أكتر وهنصلح حاجات كتيرة قوي. مرة شاب كان بيقول لي أنا كرهت الكنيسة وربنا،
أبويا كان يدخل من الكنيسة يشخط في أمي ويشخط فينا وينزل في خدمة وهو مش حاسس خالص بأنه بيعمل حاجة غلط، منتهى الأنانية بس متدين. شوفوا بقى المأساة بتوصل ليه. فابنه وقع في الإلحاد، المنظر ده أصله لا، يبقى ربنا غلط طبعا، لأن الراجل ده معاش بالمبدأ ده، هو عايش ذبيحة لا رحمة، فبيعمل اللي شايفه مش بيعمل اللي ربنا عاوزه. قبل أي حاجة تقصية، قبل ما تروح القداس راجع، الناس كلها مبسوطة بيك وانت مبسوط بيهم، في تقصيرات، في حد صعبان عليه، انت قدمت قربانك وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك قربانك، ربنا مخه كبير، مش جاي على فكرة بالحرف، مش لو راح منك قداس مرة تبقى مصيبة، لا، لو راح منك حد زعل منك تبقى مصيبة، إنما القداس يتعوض، ما حصلش حاجة، والصيام يتعوض. أحكي لكم حكاية قريتها في البستان جميلة، أظن مش فاكر موسى الأسود ولا القديس مكاريوس، كانت أيام صيام زي دلوقتي، وطبعا كانت لا تراهم الشمس آكلين، ده قانون البرية في الصيام الكبير، يعني ما حدش يحط لقمة في بقه قبل ما الشمس تغرب. وبعدين جم زوار لابونا الكبير ده، مش فاكر تاني مكاريوس ولا موسى الأسود، قديسين كبار، أبا موسى. طيب المهم، لا أصل دي حكاية غير بتاعت أبا موسى، معلش، هم كلهم عندهم حكايات حلوة. اللي حصل إنه زي جيت ساعة واحدة الساعة اتنين، أم قعدت أكل مع الضيوف، وبعدين الضيوف مش، وهو كان لازم يروح من دير لدير، كان في كذا دير يفتقد، فماشي مع تلميذه والدنيا شمس لسه شوية الساعة 3 مثلا، فتلميذه عطش، فقال له يا أبي بس معلش في بركة مية هروح أخد بقه مية، قال له لا يا ابني احنا صايمين، فقال له أبويا احنا لسه واكلين مع الناس، قال له يا ابني أكلنا من أجل المحبة، نرجع للصيام من أجل الله. فاهمين الفكرة؟ يعني هو استحل أنه يقعد يأكل مع الناس لأنه دول ضيوف ومش هيرضوا يأكلوا لو هو ما قعدش معاهم، لكن بدل الناس مشيت رجع لقانونه تاني. شوفوا الحرص قد ايه. يبقى هو ما هواش بيتنازل عن قانونه او نسكه، لا، هو حريص، لكن في حاجة اهم من حاجة، الناس اهم من قانوني، سلامة علاقتي بيهم اهم من التزاماتي، التزاماتي دي بيني وبين ربنا هعرف اعوضها بسهولة تتصلح، لكن موقفي من الناس ده اولوي. تاني تدريب، احذر الإدانة وسوء الظن والبخل، ثلاثة دول ضد الرحمة على طول، ثلاث خطايا دول أعداء الرحمة. أصل الرحمة يا جماعة مش واحد يفتري بس، ما انتوا ناس كويسين. الإدانة عدم رحمة على طول، وسوء الظن بالناس عدم رحمة، والبخل يعني انك تدي بالقطارة للناس، تمسك على الناس كده، ثلاثة دول أجينست الرحمة. فاقتني فضيلة عكسية، أنك تبقى رحيم، يعني لا تدين حد ولا تسيء الظن بحد ولا تبخل على الناس بحاجة. آخر حاجة في التدريب، احتفظ بآية واحدة تشغلك كل الأسبوع. احنا بيقول أريد معرفة الله أكثر من محرقات، عشان معرفة تزيد خلي في آية شغلاك طول الأسبوع. تدريب سهل، لو آية واحدة شغلاك هتلاقي نفسك بتكبر في معرفة الله وفي عمل الرحمة. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. معانا بريك لغاية 12:30، تفضلوا.